طبعا سالم، بحسب آخر إحصاءات التي أصدرتها قوات سوريا الديمقراطية، فقد تم استهداف 42 موقعا في شمال وشرق سوريا. نحن نتحدث عن إحصاءات رسمية من قبل قوات سوريا الديمقراطية، هي آخر الإحصاءات طبعا، ولكن بعدها كان هناك ضربات أخرى سيتم إحصاؤها وسننقلها لكم. أما بالنسبة لأعداد الضحايا الذين فقدوا حياتهم في شمال وشرق سوريا، كما ذكرت سالم، فأعدادهم 12 شخصا. سأذكرها أيضا أين وقع هؤلاء الضحايا أيضا. أما بالنسبة لأعداد المصابين فهو 25 مصاب في شمال وشرق سوريا. إذا ما تحدثنا عن التصعيد التركي الذي فهو بدأ منذ منتصف يوم أمس واستمر لصباح اليوم، القصف كان عنيف، كان قوي جدا، استهدف معظم مناطق شمال وشرق سوريا. نحن نتحدث عن تل رفعت، نتحدث عن كوباني، ونتحدث عن قامشلي وعمودة وملكية وتل تمر وغيرها من المناطق. ولكن الاستهداف، أبرز الهجمات كانت على محطة السويدية الطاقة، ارتكب فيها الاحتلال التركي مجزرة راح ضحيتها 8 عمال. أيضا تم استهداف منشآت عدة في كل من مالكية وأيضا القحطانية وعمودة، منشآت للكهرباء ومنشآت الطاقة والنفط. أما في مدينة القامشلي سالم، فقد كانت هناك سلسلة من الاستهدافات التي قام بها الاحتلال التركي، استهدفت منشآت خدمية، منها سلام لا أعلم إذا كان الصوت يصل. نعم نعم يصل بشكل جيد، أكملي ديلان. سالم، نعم، كنا نتحدث عن مدينة القامشلي، فقد استهدف الاحتلال التركي منشآت خدمية من بينها مركز طبي وأيضا مركز لقوى الأمن الداخلي، كما استهدف صوامع للحبوب في حي العنترية، وأيضا تم استهداف ساتكوب وهو مركز لتوزيع المحروقات في حي قناة السويس. نعم ديلان لو سمحت، كان عنيف جدا على مناطق شمال. نعم ديلان لو سمحت لي، يعني تتحدثين عن قصف عدة مناطق مدن ومنشآت خدمية ومراكز حبوب، تتحدثين عن مجازر للقصف في ريف المالكية، ما هو السلاح المستخدم في القصف؟ يعني على ما يبدو بأن القصف كان عنيف جدا، الأسلحة، نوعية الأسلحة التي تم استخدامها في استهداف هذه المناطق ما هي؟ سالم، نعم، الاحتلال التركي خلال هذه الاستهدافات استخدم الطيران المسير واستخدم أيضا الطيران الحربي بالإضافة إلى المدفعية. يعني سالم، القصف كان عنيف كما قلت لك على كامل مناطق شمال وشرق سوريا، ولكن مدينة قامشلي دعنا نتحدث عنها، أنا كنت موجودة فيها يوم أمس، الضربات كانت قوية جدا، يعني بكل موضوعية، من شدة هذه الضربات وقوتها استيقظ السكان من نومهم، الأبواب والنوافذ كانت تهتز بشدة جدا. طبعا لو تحدثنا أيضا عن وضع السكان سالم، يعني على الرغم من القلق والخوف والتوتر الذي عاشوه السكان في شمال وشرق سوريا منذ يوم أمس وإلى صباح اليوم، ولكن يعني يبدو هناك رسالة تحدي واضحة من قبل سكان مناطق شمال وشرق سوريا للاحتلال التركي بأنهم مرتبطون ومتعلقون بأرضهم. يعني صباح اليوم خرج السكان لمزاولة أعمالهم اليومية، على الرغم بأن الضربات ما زالت مستمرة، منذ الصباح كانت هناك ضربات أخرى، أما الآن في هذا الوقت حاليا لا توجد أي ضربات أخرى على مناطق شمال وشرق سوريا. نعم نعم ديلان، كما ذكرتي القصف استهدف مناطق أو منشآت حيوية وخدمية تعمل لخدمة سكان المنطقة، خلف أضرار مادية كبيرة قد ربما يكون قد أخرج معظمها عن الخدمة هذه المنشآت، بالإضافة للخسائر المادية. ردود الفعل على هذا القصف ما هي، سواء الرسمية منها وحتى الشعبية، كيف تبلورت ردود الفعل؟ طيب سالم، سأذكر لك ردود الفعل، ولكن دعنا نشير إلى نقطة مهمة نذكرها، بأنه كان هناك استهداف لطاقم من الصحفيين كانوا يزاولون عملهم، تم استهدافهم من قبل الاحتلال التركي أيضا، وكما أيضا فقد طفل صغير في مدينة تل رفعت حياته في هذه الهجمات الأخيرة التي يقوم بها الاحتلال التركي. أما إذا تحدثنا سالم عن ردود الفعل،
فقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي قال بأن هذا القصف العشوائي دون مبرر الذي يقوم به الاحتلال التركي يعد جريمة حرب، وقال أيضا بأنهم جاهزون للحوار ولكن قوات سوريا الديمقراطية مستعدة للدفاع عن الأرض وعن الشعب. أما بالنسبة للإدارة الذاتية فهي أيضا قد أصدرت بيان وقالت بأن ما يجري هو اعتداء ضد السوريين وأيضا يعد جريمة حرب، وقالت بأنه في الوقت الذي تدعو فيه تركيا للسلم والسلام تقوم بهذه الانتهاكات وهذه الجرائم ضد مناطق شمال وشرق سوريا. طبعا حملت الإدارة الذاتية المجتمع الدولي مسؤولية ما يجري وطالبت بأن تتحمل مسؤوليتها تجاه المنطقة، وطلبت أيضا من روسيا والتحالف الدولي الالتزام بمسؤولياتها والسيطرة على المجال الجوي. أيضا حزب الوطن السوري استنكر هذه الاعتداءات الهمجية المتصاعدة ضد سكان مناطق شمال وشرق سوريا، وأيضا استنكر الاختراق لسيادة سوريا. سالم، نعم كنت معي مباشرة من شمال شرق سوريا زميلة ديلان محمد مفادة اليوم، أشكرك جزيل الشكر على كل ما ذكرته من تفاصيل ومعلومات.